السلام عليكم. يرى مراقبون أن زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ الرياض وعقده 3 قمم مع السعودية والمجموعة الخليجية والدول العربية يرونه حدثا تاريخيا ويسلط الضوء على المستوى الذي بلغته العلاقات بين الجهتين، ويكتسب اللقاء مزيد أهمية في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة واهتزاز النظام الدولي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى الرغم من أن السعودية تقوم بدور مهم في تجسير العلاقات بين بيجين والعواصم العربية، إلا أن أسئلة تلوح في الأفق عن مصلحة العرب في الاقتراب من الصين، وإذا ما كان هذا التقارب وخصوصا بالنسبة للسعودية بديلا عن علاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع تأتيكم بعد متابعة التقرير التالي. الاقتصاد أولا، شعار رفعه المشاركون في القمة العربية الصينية التي استضافتها العاصمة السعودية مؤخرا. لم يكن الشعار معلنا بصورة رسمية، وإن ترجمته كل فعاليات القمة ومخرجاتها ليؤكد المجتمعون في الرياض أن خروجا من الأحادية القطبية في العالم ما زال ممكنا، ولو كان ذلك من بوابة التعاون الاقتصادي. وبالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، لا سيما في ظل الأزمة المتفاقمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الجانبين العربي والصيني بحاجة إلى صياغة آلية فاعلة للتعاون الاقتصادي فيما بينهما، آلية أعلنتها بيجين في عام 2013 عبر مبادرة الحزام والطريق، وأكدها الجانبان العربي والصيني بالتوقيع على إعلان بيجين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بالمبادرة في عام 2018. غير أن للصورة زوايا أخرى في رأي المراقبين الذين يرون أن الأنظمة العربية تتحرك في ذلك السياق، آملة أنها ربما تجد في الصين شريكا اقتصاديا من دون دفع ثمن سياسي تضطر لدفعه للغرب، أو تبرير لعدم الدفع حين يتعلق الأمر بالحريات السياسية وحقوق الإنسان في الدول العربية. بالطبع فإن الصين لن تبالي كثيرا بمثل هذه الملفات، وتلك بالطبع أمنية لدى كثير من الأنظمة العربية. وإزاء تلك الرؤية التي تتبناها بعض الأنظمة العربية، فإن كثيرين يحذرون من أن الصين تتبع سياسة تجارية تقوم على تحقيق فائض مطلق في الميزان التجاري مع مختلف بلدان العالم، وهي بذلك تعمق عجز الميزان التجاري لباقي الدول، ما يعوق جهود التنمية ولا يدعمها، ويحول تلك الدول إلى سوق للمنتجات الصينية. بل إن الصين تتبنى كذلك سياسة في منح القروض أو الاستثمار في سندات الدين، تعتمد على توظيف هذه القروض والاستثمارات للهيمنة على الموارد الأولية في البلدان النامية. من هنا فإن استبدال الهيمنة الأمريكية بأخرى صينية لن يكون مجديا في رأي محللين، وإنما الحل يكون ببناء علاقات متوازنة على أسس المصالح المتبادلة بين الجميع. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وعبر زوم من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية، كما يشاركنا الحوار عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور محمد حسب الرسول الباحث في القضايا الإقليمية. أهلا بالجمع الكريم في الاستوديو. نبدأ، يعني في السنين الأخيرة هناك واضح تقارب بين الصين والدول العربية تقاربا لافتا. سؤالي هو، هل هذا التقارب هو تطور طبيعي في نظام العلاقات الدولية، أم أن هناك دواعي فرضت هذا التقارب؟ لا، أنا في تصوري بأن هذا التقارب يأتي على خلفية الصراع في المنظومة الدولية. اليوم المجموعة الدولية منقسمة، خاصة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وبالتالي تطلع الدول الكبرى الصاعدة مثل الصين وروسيا ودول بريكس إلى تغيير النظام الدولي، ورفضها أيضا لأحادية القطب. وبالتالي أنا أتصور بأن القمة الصينية الخليجية يعني من حيث التوقيت والسياقات الإقليمية والدولية مهمة للغاية، فهي تأتي في وقت العالم يتجه إلى إعادة تشكيل النظام الدولي كرد فعل أيضا للأزمة المالية لأزمة كورونا، ومن ثم أيضا الأزمة الأوكرانية. أنظار العالم والإقليم
تتجه إلى القمة العربية الصينية وتتابعها بكثف عالي. طب أنت تقول أستاذ عادل أن هذا التقارب أو هذه اللقاء بين الجانبين يأتي في ظل إعادة تشكيل النظام الدولي الشديد، ما المعنى المباشر المتصل بالعرب والصينيين فيما يتعلق بإعادة النظام الدولي، تشكيل النظام الدولي الجديد؟ يعني ماذا يعني هذا التقارب في ظل هذا التشكيل الجديد؟ أولا الجميع يدرك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تصنف الصين بأن الخصم الأول والتحدي الأكبر لها والمنافس القادر أيضا على تغيير النظام الدولي، وهي تنظر بقلق كبير للصعود الصيني. فيما يتعلق أيضا بالمنطقة، الجميع يدرك أيضا الحوافز الكبيرة التي ممكن تشجع الصين في إنزال الولايات المتحدة الأمريكية من عرش الريادة على النظام الدولي. وبالتالي نتكلم مثلا على المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، يعني 10 مليون إلى 16 مليون برميل، وهي التي تتحكم في أسعار النفط صعودا وهبوطا، وهي تتزعم أيضا منظمة أوبك التي تصدر أكثر من 40% من الإنتاج العالمي للنفط، وبالتالي هي بهذه المعايير قوة اقتصادية عظمى. وبالتالي أنا يعني تشبيك العلاقات الصينية مع المملكة العربية السعودية والخليج والمنطقة العربية، خاصة أنه الصين ينظر إليها باعتبارنا مصنع العالم، هي بحاجة ماسة إلى هذه الموارد الكبيرة الموجودة في المنطقة. هذه القيمة موفر فتحت للصين بابا كبيرا لتعظيم نفوذها في المنطقة، ومن ثم أيضا يعني الاستفادة من هذه الفرص فيما يتعلق أيضا بالسيطرة على النظام أو تغيير الخارطة السياسية الاقتصادية العالمية، خاصة وأن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى الوصول إلى 70% من الجغرافية في العالم و 70% أيضا من سكان العالم. وبالتالي هذه الدول مهمة وهذه المنطقة استراتيجية وذات قيمة عالية جدا بالنسبة للصين وبالنسبة للمنطقة فيما ترتئي هذه الدول المنطقة. مثلا رؤية المملكة 30 التي تريد أيضا تحديث وتطوير المملكة، ستستفيد أيضا من التكنولوجيا الصينية في تحديث البنية التحتية، في التكنولوجيا الذكاء الصناعي، أيضا يعني نقل التكنولوجيا الصينية يعني للمنطقة. هذا ربما يكون مرتبط بالمصالح التي قد تجنيها الدول العربية، وارتأينا أن نؤخر هذا الموضوع إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن نذهب إلى السودان لأسأل الدكتور محمد عن الدوافع الجوهرية لكل من الصين والدول العربية إلى تعزيز هذه العلاقات عبر تحركات دبلوماسية مضطردة خاصة في السنين الأخيرة. ما دوافع الصين وما دوافع العرب؟ أولا التحية لك للضيوف الكرام في الاستوديو وللسادة المشاهدين، وأنبه إلى أن الصوت غير واضح بالقدر الكافي بدون محاولات الإدارة الفنية لتحسينه. أنا أعتقد أن المتغيرات الدولية التي تتطور ساعة بعد ساعة حملت الأطراف جميعا إلى أو دفعتهم دفعات إضافية إلى بحث القضايا المشتركة من أجل إيجاد توسيع مساحات التعاون الاستراتيجي بين الصين وبين الدول العربية في هذه الظروف، فيما رأى أن الصين يعني تتجه بشكل مدروس في استراتيجيتها المعروفة وفي مبادرة الاستراتيجية المعروفة للحزام والطريق، والتي يشكل الوطن العربي جزءا مهما من هذه الاستراتيجية. أظن أن هنالك دافع آخر، وهو أن التطورات العربية الأمريكية في مرحلتنا التي نعيشها الآن هي كذلك قد أسهمت في دفع بعض الدول العربية في اتجاه يعني تنويع مصادر التجارة ومصادر التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع دول أخرى، وعلى رأس هذه الدول كانت الصين. ولذلك نحن نمر الآن بظروف دولية مهمة ودقيقة ومعقدة، ولكنها في ذات الوقت تفتح فرصة مهمة للغاية، بل فرصة استراتيجية لبناء شراكات استراتيجية جديدة بين الوطن العربي
وبين دول كالصين وكروسيا وغيرها في إطار معادلة القوة الجديد الذي ترسم الآن في هذه اللحظة. طيب في 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 مكة المكرمة دكتور أستاذ عبد الحفيظ، يعني واضح أن السعودية تقوم بجهد واضح لتجسير هذه العلاقة بين الصين والعواصم العربية، أي دور السعودية تبحث عن أدائه وعن الاطلاع به، أقصد دورا مركزيا في سياق تقارب وعلاقات متينة صينية عربية في المرحلة المقبلة؟ أرحب بك أستاذ جهاد وأرحب بضيوفك الكرام والمشاهدين. أهلا. حقيقة أستاذ جهاد هناك تحولات دولية، لو يعني تتبعنا هذه التحولات الدولية، الصين في عام 1987 كان ناتجها الدولي ناتجها القومي أقل من 2%، إلى 2008 كان الناتج القومي أمريكا ثم اليابان ثم الصين، ثم بعد ذلك انطلقت الصين. المملكة العربية السعودية يعني الحقيقة تتابع انسحاب الولايات المتحدة من انسحابها من العراق، انسحابها المفاجئ من أفغانستان، ترددها في منطقة الخليج، اعتمادها الذاتي على الغاز والنفط المحلي، بينما الصين دولة تحتاج إلى طبعا النفط الخليجي والعربي. حقيقة لو يعني حقيقة هناك مشهد، هناك ترابط بين الاقتصاد الصيني والأمريكي رغم أن العقوبات والحرب التجارية لم تنجح، نجد أن يعني الفجوة التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة ارتفعت من، لكن معذرة أستاذ عبد الحفيظ حتى لا يدهمنا الوقت، يعني أنا يعني ألتمس منك بيان الدور الذي تسعى إلى تحقيقه السعودية، الدور المركزي أو القيادي في خلال المنظومة العربية في العلاقات بين المنظومة العربية والصين. وصحيح، أولا الصين يعني كما ذكرت هي تعتمد على النفط الخليجي والسعودي، أيضا الصين لديها راقب المملكة العربية السعودية في كيفية تحقيق استقلال ملف الطاقة، هذا جعل، وأيضا كانت المملكة العربية السعودية تراقب الدور الصيني لأن هي تود أن يكون هناك فاعل جديد وليس بديلا، عشان ننتبه لهذه النقطة، ليس بديلا للولايات المتحدة وإنما فاعل جديد يتواجد في المنطقة، رغم أن هناك البعض يقول أن هناك شراكة ما بين الصين وإيران 25 سنة، ولكن الصين تعتبر إيران يعني ورقة مستهلكة في لعبة الشطرنج ما بينها وبين الولايات المتحدة، كانت تنتظر تحقيق الاتفاق النووي ولكنه لم يتحقق هذا الاتفاق الذي أفشلته المملكة العربية السعودية، ولذلك دخول الصين إلى المنطقة العربية كفاعل، ليس كفاعل اقتصادي بل كفاعل تجاري وأمني، ولاحظنا في الاتفاق في البيان الختامي أنها يعني تود أن تكون الجزر الثلاثة توافق إيران على التحكيم الدولي، تود أن تخرج الميليشيات من المنطقة العربية، وهذا توافق عربي وجعل إيران تستدعي السفير الصيني للاحتجاج والتبين. كيف أن الصين ضحت بإيران كورقة مستهلكة وضعيفة ولجأت إلى الدول العربية، وهنا المملكة العربية السعودية حققت ثورة لزيادة النفوذ الصيني السعودي عالميا. قابل أيضا قد يقول قائل ومستمع، معذرة أستاذ عبد الحفيظ، قد يقول قائل ومستمع لما تفضلت به أنه ما زال من المبكر الحديث عن تضحية صينية بإيران بانتظار إذا ما تسفر عنه العلاقات هذه استراتيجيا، لكن الحديث عن البعد الاقتصادي الذي أشرت إليه لابد لا يمكن إغفاله في ظل هذه التحولات، وهما سنبحثه بعد قليل، نواصل حديثنا بعد الفاصل.
أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث عن أفق العلاقات العربية الصينية. فلغة الأرقام تشير إلى تضاعف المبادلات التجارية بين بيجين والعواصم العربية، وأن الأولى تستثمر في 5 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر، قريبا من 214 مليار دولار. أرقام توجب الحديث عن البعد الاقتصادي في هذه العلاقات التي يحدثنا عنها الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. في محاولة للوقوف على الأسباب الجوهرية للتقارب العربي الصيني، نسأل عن البعد الاقتصادي في الموضوع. هل الاقتصاد والاستثمار هو ما يحرك العرب والصينيين باتجاه بعضهما بعضا، أم أن السياسة تبع للاقتصاد، أم أن السياسة والاقتصاد هي الاقتصاد هو تبع للسياسة في هذا الشأن؟ الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وليس هناك تقارب اقتصادي بدون مصالح سياسية، وليست هناك عملية تقارب سياسية دون وجود مصالح اقتصادية. هذا ما نتعلمه من طبيعة العلاقات الدولية، سواء كانت علاقات ثنائية أو إقليمية أو دولية. فالصين الآن في سعيها لأن تكون قوة عالمية، سواء على خريطة القوى الاقتصادية أو خريطة القوى السياسية، لابد أن يكون لها موضع قدم في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المنطقة العربية، التي تتحكم في واحدة من أهم السلع الاستراتيجية وهي النفط والغاز الطبيعي. فالصين تستورد قرابة 50% من احتياجاتها من النفط من الدول العربية، وفي نفس الوقت تضم إلى المنطقة العربية استيرادها من النفط من إيران. ولعل اعتماد الصين على كل من المنطقة العربية والصين له أبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى، فهي تضمن تدفق النفط من المنطقة العربية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على مدار سنوات عدة. وفي نفس الوقت حصلت على استثناء قبل أن يغلق هذا الباب الرئيس الأمريكي السابق ترامب فيما يسمى باستراتيجية النفط الرخيص التي اتبعتها إيران، حيث كانت تصدر نفطها بمعدلات سعرية أقل من السوق الدولي. وبالتالي فعلاقة الصين بإيران في إطار العلاقات النفطية هي علاقة اقتصادية بالدرجة الأولى. ومؤخرا نجحت الصين في أن تضخ بعض الاستثمارات في الحقول النفطية الإيرانية وكذلك حقول الغاز، بما سيجعل لها على مدار السنوات القادمة حصة كبيرة في إنتاج إيران إذا ما تم التوصل إلى تصالح بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تضمن أن تكون أحد القوى الفاعلة في إدارة الملف النفطي الإيراني. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلاقات الأمريكية السعودية أو الخليجية على مدار السنوات الماضية القليلة لم تكن على ما يرام، وظلت الدول الخليجية تبحث عن مسارات، يعني لا نقول أنها بديلة، ولكن ترسل من خلالها رسائل إلى أمريكا أنه بإمكانها أن تحول دفة علاقاتها الخارجية تجاه مناطق أخرى. فأقامت علاقات كبيرة مع الصين ومع روسيا من خلال صفقات استثمارية أو صفقات أسلحة، وبالتالي فكلا الطرفين يحتاج إلى الآخر في إطار مظلة اقتصادية وهي احتياجات حقيقية. وكما تعكس البيانات الخاصة بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدره صندوق النقد العربي وآخرون، أن الصين أحد الشركاء التجاريين المهمين للمنطقة العربية. فحسب تقرير عام 2021 وجدنا أن الصين تستحوذ على 15.6% من حجم الصادرات العربية، كما تستحوذ على 16.7% من الواردات العربية. وبالتالي فالعلاقة هنا علاقة وطيدة وكبيرة. طيب. وتسمح بإقامة علاقات، لكن هناك نقاط تحتاج إلى إيضاح أكثر. ففي الوقت الذي تنشر فيه أرقام تفصيلية
عن الاستثمارات الصينية في الدول العربية، لا نجد أي بيان عن الاستثمارات العربية في الصين سواء بالدول النفطية أو غير النفطية. هذا أستاذ عبد الحافظ معذرة، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، يعني أنت تقرر مبدأ العلاقات وأنها علاقات لازمة وضرورية ومرتبطة بطبيعة التحولات الحاصلة الآن في العالم، لكن من المستفيد اقتصاديا من هذا التقارب، علما أن الأرقام تقول أن معدل التبادل التجاري بين بيجين والعواصم العربية ارتفع من نحو 37 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2021، نتحدث عن 10 أضعاف زيادة في التبادلات التجارية، من المستفيد من هذه العلاقة، العرب أم الصين؟ الاستفادة متبادلة، فإذا ما نظرنا إلى حجم التجارة بين الطرفين فنجد أن الفائض المتحقق في التبادل التجاري بين البلدين يزيد قليل أو يقل قليل عن 10 مليارات دولار، لكن طبيعة الصادرات والواردات للطرفين تختلف، ففي الوقت الذي تعتمد فيه الصادرات العربية إلى الصين على النفط والغاز الطبيعي نجد أن الصادرات الصينية إلى المنطقة العربية هي سلع ذات قيمة مضافة عالية تتمثل في العدد وفي الآلات وفي مستلزمات الإنتاج، وبالتالي فارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الطرفين يحقق مصلحة للطرفين، فالجانب العربي يستفيد من التدفقات النقدية للصادرات النفطية ووجود مستهلك دائم وكبير بجانب الدول الآسيوية الأخرى حتى تضمن موازنات الدول الخليجية أو النفطية العربية تدفق من النقد الأجنبي يعينها على سد الفجوات الكبيرة في موازناتها خلال السنوات الماضية، وفي نفس الوقت فعدد سكان المنطقة العربية الذي يصل أو يزيد عن 400 مليون نسمة هي سوق لا يمكن أن تستغني عنها واحدة من أكبر الدول المصدرة، أو هي الدولة الأولى في الصادرات على مستوى العالم بما يزيد عن 3 تريليون دولار، أن تستغني عن السوق العربية لتكون مساحة يمكن من خلالها تصريف المزيد من السلع الصينية. طيب أستاذ عبد الحفيظ الصاوي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. سريعا أذهب إلى السودان دكتور محمد، واضح أن السعودية تحاول جاهدة ملء الفراغ السياسي الإقليمي في ظل التحولات الأخيرة بعد الانتفاضة العربية التي شاهدناها، هذه المحاولات السعودية تترافق مع جرأة أكبر في علاقاتها مع واشنطن وقدرة أكبر على الاعتراض على قرارات واشنطن وإرادتها، شاهدنا مثال ذلك في رفض الرياض طلب السعودية زيادة الإنتاج قبيل الحرب الروسية على أوكرانيا. من هذه الزاوية كيف يمكن فهم التقارب السعودي الصيني؟ حقيقة الأمر يجب أن نشير إلى أن هذا التعاون تعاون تاريخي، يعني هذه نقطة مفتاحية جدا وتأسيسية، تعاون العربي الصيني تعاون تاريخي يعود إلى يعني آلاف السنين، وتطور فعلا في السنوات العشر الأخيرة ودفعت التوترات الخليجية الأمريكية هذا التعاون إلى آفاق جديدة، ولكننا يجب أن لا ننظر إلى هذا التعاون من يعني معطى المتغيرات وفي العلاقات الثنائية بين بعض الدول العربية وبين الدول الغربية. يجب أن ينظر العرب إلى هذه العلاقة بمنظور استراتيجي، يعني يتأسس إلى ذلك الإرث التاريخ القديم ويستشرف آفاق مستقبلية جديدة، يسمع للعرب ويسمع للصين كذلك مستقبل جديد في ظل الخارطة الدولية في ظل الصراع الدولي الكبير والذي يعني تتميز فيه المنطقة العربية كلها بقدرات تنافسية استراتيجية، وتتميز فيه كذلك الصين وتتمتع فيه بقدرات تنافسية استراتيجية كبيرة، يجب أن تتكامل تلك القدرات عند الصين وعند العرب لصناعة واقع جديد على مستوى العلاقات الصناعية، ثم على مستوى إعادة رسم المشهد الدولي على نحو جديد. هذا أمر مهم جدا، وهذا المنظار الاستراتيجي الذي يجب أن ينظر إليه
أن ينظر من خلاله إلى العلاقات العربية الصينية. طيب أستاذ عبد الحفيظ، يعني إلى أي مدى يمكن القول إن الآن الرياض تشهد تحولا عميقا في استراتيجيتها من الغرب إلى الشرق، أو بكلمات أخرى إلى أي مدى وأنت المراقب والمتخصص في الشأن السعودي يمكن أن تقول بأن السعودية باتت تجد في بيجين من حاجاتها ما لم تعد تجده في واشنطن؟ حقيقة نعم حقيقة أستاذ جهاد، يعني حصول هناك تحول في المشهد لصالح السعودية والصين حقيقة، ولا نقول أن تستبدل المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بالصين، هذا ليس في وارد المملكة العربية السعودية. أود أركز أن الاتفاق الاستراتيجي التاريخي ما بين المملكة العربية السعودية والصين هو كان في الفضاء، اتفاق الفضاء في الإنذار المبكر، يعني في الجيل الخامس والسادس، وهذا لم توافق عليه الولايات المتحدة، ولكن وقعته المملكة العربية السعودية مع الصين لنقل التقنية وتوطينها في المملكة العربية السعودية. أود أوضح نقطة مهمة جدا قبل توضيح المنطقة نقطة العربية معذرة أستاذ عبد الحفيظ، قبل توضيح نقطة ما قصدته من سؤالي وهو سؤال مطروح، هل السعودية تريد أن تتجه إلى بيجين بدلا من واشنطن؟ يعني هل الصين هي البديل الاستراتيجي بالنسبة للسعودية عن واشنطن؟ ليس صحيحا هذا. أكبر مثال على ذلك أنه الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي اتجه بعد الاتفاق الاستراتيجي مع الصين إلى بريطانيا ووقع أكبر اتفاقية دفاع مشتركة وتوطين صناعات متقدمة جدا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية نجحت في استراتيجيات أن جعلت الدول الكبرى تتنافس عليها، هذا نجاح باهر. النقطة التي أود أن أشير إليها أن التبادل التجاري ما بين الدول العربية والصين، الصين لا تنظر إلى التبادل التجاري ما بينها، وإنما المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية نقطة وصل أو نقطة انطلاق لصناعاتها إلى أوروبا إلى أفريقيا، خصوصا أن أفريقيا دولة قارة واعدة، لأن وفق صندوق النقد الدولي حاليا الناتج 1.2 تريليون دولار سيقفز إلى 27 تريليون دولار في 2046، ولذلك الصين لا تنظر نظرة قاصرة نظرتها، لأن هي بعد ما خرج ترامب من الاتفاق التجاري المحيط الهادي والأطلسي استثمرته الصين ووقعته في نوفمبر 2020، ولذلك هي تواصل تحقيق الحزام والطريق، وغيرت في أولوياتها بدل أن يمر بإيران أصبح يمر بباكستان والمملكة العربية السعودية والبحر الأحمر إلى أفريقيا وإلى أوروبا. ولذلك الحقيقة الاتفاق التجاري هناك اتفاقيات معلنة واتفاقيات غير معلنة، ولكن من أهم الاتفاقيات المعلنة هو الاتفاق الفضائي الذي يعني الجيل الخامس والسادس والإنذار المبكر لتحقيق أمن المملكة العربية السعودية، الذي يعني الولايات المتحدة سحبت باتريج أثناء الضربات ومكنت الحوثيين من ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. الآن الإنذار المبكر الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية من الصين يحمي منشآتها ويحمي أجواءها، وهذا يعني الحقيقة يعتبر اتفاق حتى لو لم توافق عليه الولايات المتحدة، وإنما الولايات المتحدة هي أخطأت في سحب الباتريوت من المملكة العربية السعودية. ونحن نلاحظ عند اتفقت الإمارات مع الولايات المتحدة على 1535 ويعني رفضت الإمارات أن تتوقف عن التعاون مع الصين في الجيل الخامس والسادس ورفضت هذه طيب الاتفاقية هذه النقطة باتت واضحة. لكن أستاذ عادل، يعني أنت والضيوف الكرام مجمعون على أن هذه العلاقات الصينية العربية تأتي في سياق إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد. طب بناء على هذه المقاربة، هذه الرؤية، هل العلاقة السعودية الصينية الآن أو العربية الصينية هي مرحلية مؤقتة بانتظار ما ستسفر عليه التغيرات الدولية، أم أنها
علاقة استراتيجية طويلة الأمد لها خططها وأفكارها ودراساتها؟ أنا أتصور بأنها تساهم في هذا التشكيل، على اعتبار قلنا أنه وزن المنطقة وأهميتها الاستراتيجية لها تأثير بالغ في التحولات الكبيرة الحاصلة في العالم. أنا أتصور بأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج أصبحت تلعب أدوارا إقليمية وعالمية فيما يتعلق أيضا تحديدا بالطاقة، خاصة بعد يعني ظهور أهميتها وعالميتها. هناك أخطاء استراتيجية ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق أيضا بالشرق الأوسط عموما وبالخليج تحديدا. الولايات المتحدة الأمريكية قللت من أهمية الشرق الأوسط وأظهرت بأنه غير مهم وأنها مستكفية من النفط، وأرادت الانسحاب وانسحبت من أفغانستان وسلمت حلفائها لطالبان، ومن ثم أيضا انسحبت الباتريوت من المنطقة وسلمت المنطقة لإيران وعقدت اتفاقيات، وأظهرت أيضا إزراء كبير للقادة في الخليج من خلال التصريحات الغير حصيفة من ترامب ومن ثم أيضا الرئيس بايدن، والذي كان يتوعد المملكة ويقول عنها منبوذة وسيعاقبها، وأيضا يستخدم أو يستغل القضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية. بالتالي أصبحت العلاقة يعني متوترة جدا، وهذا الخطأ الاستراتيجي لم تكتشفه الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد الأزمة الأوكرانية وأيضا وتداعياتها على الطاقة. بالتالي هنا برزت أهمية المنطقة من جديد وعادت إلى الصدارة، وعاد المجتمع الدولي لاستجداء الدول الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق أيضا بالصفقات المتعلقة بالطاقة، ومن ثم أيضا تحديد موقف من العقوبات ضد روسيا، وهنا لعبت دول الخليج موقف محايد، وهذا كان تحول أيضا في العلاقات مع الدول الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاءت الضربة الثانية في تخفيض الإنتاج أوبك إلى 2 مليون، وأحدث صخب عالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور مشاريع لمعاقبة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق أيضا بنوبك، تحريك ملف نوبك وقضية خاشقجي وأيضا قانون جاستا وكثير من القضايا، وصخب وتهديد واسع النطاق. في هذا التوقيت أعلنت المملكة العربية السعودية عن قمم 3 مع الصين، وأنا أتصور بأنها ردا على الصلف الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت معاقبة السعودية، فذهبت السعودية لمعاقبة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث يعني في هذه القمة. رأينا ردود الأفعال الأمريكية لم تصل. أين وجه العقوبة السعودية للأمريكيين في هذه القمة؟ يعني هذا تحول غير عادي، هذا يعني تحدي كبير للهيمنة الأمريكية. المنطقة الخليجية والعربية كانت مغلقة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين قادرة أيضا على الدخول إلى هذه المنطقة. اكتساح واقتحام الصين بهذه الاتفاقية الكبيرة وبهذا الحضور الكم يعني الكثيف، الصين لم تجلس يعني لم تزور المملكة لساعة أو ساعتين ثم تنصرف، بل أقامت فيها أيام 3 أيام وفدرالي المستوى جدا كان. نعم، وكانت تمثيل بمستوى عالي جدا، ونوعية الاتفاقيات أكثر من 20 اتفاقية و30 مليار دولار، وأيضا مشاريع طموحة جدا لتحديث المنطقة. وأيضا أنا أتصور بأنه هذه القمم يعني كانت لها رسائل سياسية واقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا، وأمريكا أدركت خطأ وهي الآن تعيد سياساتها فيما يتعلق أيضا بدول الخليج وبالمنطقة. الصين دولة منافس كبير للولايات المتحدة الأمريكية، دولة تسعى إلى تغيير الخارطة الدولية، إلى تغيير النظام الدولي، دولة تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من خلال رفض العقوبات على روسيا، ومن ثم شراء كل ما النفط الروسي وغير وكل منتجات روسيا وبيع كل ما تريده روسيا، وهذه كانت رسالة قوية جدا للعقوبات، ومن ثم أبطلت مفعول العقوبات، وهو ما جعل روسيا أيضا تشعر يعني نوع من القوة ونوع أيضا من الحفاظ على اقتصادها إلى حد ما. روسيا لم تتأذى من الاقتصاد كما تأذت أوروبا، وبفضل أيضا التحدي الروسي والرفض الروسي لهذه العقوبات. بمعنى أن الصين اليوم صوتها عالي وأيضا مواقفها يعني كبيرة فيما يتعلق أيضا بتغيير النظام العالمي، وتقف بجانب روسيا وبقية الدول الصاعدة. المنطقة العربية ودول الخليج تشعر بأن مكان المستقبلية للصين في ازدياد وتعاظم، وبالتالي ذهبت إلى الصين على اعتبار أنها هي الشريك الأكثر ضمانا في تحديث المنطقة. وهناك بعد مهم جدا، أن الصين أيضا لا تتدخل في سياسة الدول الداخلية وتحترم سياسة الدول، وهذا ما كان أحد أهم مخرجات القمم الخليجية.
إذن اتفاقات وتقارب بين الصين والدول العربية، لكن ما عائد المصلحة على العرب من هذا التقارب ومن هذه الاتفاقيات هو ما نبحثه في المحور الأخير بعد قليل. أهلا بكم. سريعا أذهب إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، في السودان قد يكون الحديث عن مصالح عربية، يعني جرى تطرق إلى شيء منها قبل الفاصل، من السابق لأوانه وغير واضح في ظل الفردية التي تميز العلاقات ما بين العرب والصين. الصين دولة كبيرة مترامية الأطراف، اقتصاد هائل ضخم، تتعامل مع دول عربية يعني منقسمة على نفسها، لا تستطيع أن تتكتل اقتصاديا وسياسيا حتى الآن. كيف يمكن الوصول إلى تكتل سياسي واقتصادي ولو في أدنى المعايير لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الاستراتيجية والسياسية للعرب في مقابل الصين؟ في حد ذاته دخول الصين في حد ذاته يمثل عاملا مهما في إعادة تشكيل الخريطة العربية فيما يتصل بالشراكات الاقتصادية وفيما يتصل بالتعاون الاقتصادي بصورة عامة. الصين يمكن أن تكون رافعة لهذا الأمر. أنا فقط أريد أن أذكر أن التعاون الصيني العربي إنحى منحى جديد يتأسس على موضوع شراكات حقيقية فيما يتصل بعمليات الإنتاج والمسمى التجارة الدولية والإقليمية. هذا سيفتح آفاق جديدة ليس فقط في لصالح العلاقات الصينية العربية ولكن لصالح الدول العربية في المقام الأول ولصالح البيئة الجغرافية المحيطة بالوطن العربي كان في المسرح الأفريقي أو في المسرح الآسيوي الكبير. ذلك لكن معذرة دكتور محمد فيما يتعلق بعلاقات العرب مع الصين، يعني أثبتت التجارب وخصوصا بعد الانتفاضة العربية، اندلاع الانتفاضة العربية والموقف من إيران وكذلك الموقف من إسرائيل، أن العرب يعني غير متفقين على عدو واحد وغير متفقين على مصلحة واحدة، ثمة تفاوت في المصالح. هذا التفاوت إلى أي مدى يمكن أن ينسحب في علاقتهم مع الصين في المرحلة المقبلة؟ هذا التفاوت وهذا الاختلاف وهذه التباينات السياسية يمكن تجاوزها من خلال شراكات اقتصادية معينة في مشروعات بعينة. الوطن العربي بصورة عامة فيه موارد كثيرة ومتنوعة وضرورية والصين في حاجة إليها، وكذلك وجود جزء كبير من الوطن العربي في القارة الإفريقية يفتح للصين آفاق كبيرة داخل هذه القارة. هذا أمر مهم جدا تنظر إليه الصين باعتبار كبير. الشراكات في مشروعات اقتصادية إنتاجية استثنائية يمكن أن تتجاوز الخلافات العربية إلى آفاق جديدة فيما يتصل بأجل العملية الاقتصادية الجديدة. فمثلا إذا صار تعاون وشراكات صينية عربية في ما يتصل بالفوسفات مثلا في شمال إفريقيا بصفة عامة وفي تونس والمغرب بصفة خاصة، الحديد في موريتانيا وفي السودان، الصمغ العربي في السودان، الصمغ العربي مادة حيوية يعني تكاد تكون تصلح أن يطلق عليها مادة صناعة الحياة لأنها تتدخل في صناعة المعرفة وفي صناعة الأمن وفي صناعة الغذاء وفي صناعة الدواء وغير ذلك. هذه المنتجات تمثل قيمة استثنائية في معادلات التجارة والصناعة والأمن والاقتصاد على مستوى العالم. يمكن أن يعني تتأسس شراكات عربية صينية للاستثمار في مشروعات كهذه. يمكن كذلك أن تتأسس شراكات اقتصادية تتصل بالأمن الغذائي لأن الوطن العربي في حاجة إلى أمن غذائي والصين كذلك في حاجة إلى الغذاء. هنالك فرص واسعة للاستثمار في هذا المجال
تحقق للدول العربية منافع مباشرة وكبيرة ومهمة للغاية، وتساعد في الانتقال من حالة الضيق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى آفاق يعني أرحب. وبالتالي العمل الاقتصادي في حد ذاته والشراكات الاقتصادية يمكن أن تصنع واقع جديد يعني تتجاوز به الدول العربية تدايناتها السياسية وتوجهاتها المختلفة وانتماءاتها الآن الذي فعلته السعودية تحول كبير ومثال جيد يمكن يحتذى به. يعني الآن السعودية بادرت إلى هذه القمة بالشراكة مع الصين وفتحت آفاق جديدة. هذه الآفاق الجديدة يجب أن تنظر باعتبار خاص إلى مثل هذه الشراكات التي ذكرتها قبل قليل. هذا الأمر الذي يمكن يصنع واقعا جديدا ويمكن يصنع مستقبلا جديدا للعلاقات العربية الصينية، ولكنه في ذات الوقت يصنع واقع جديد على مستويين، مستوى دولي لأنه يسهم في تعزيز قوة الصين ويسهم في تعزيز قوة العرب ويسهم في تعزيز قدرة العرب على حل إشكالاتهم الاقتصادية الداخلية. الأمر يجب أن ينظر إليه وأن يكون في الاعتبار واعتبار المحافظين الاستراتيجيين لهذه العلاقة. طيب أستاذ عبد الحميد، هناك تركيز بكلام ضيفنا في السودان على قضية الشراكات الاقتصادية التي يمكن أن تصنع واقعا جديدا، لكن ماذا عن المعنى السياسي؟ أي مصلحة للعرب وتحديدا في القلب منهم اليوم السعودية، أي مصلحة سياسية استراتيجية يمكن أن تتحقق لهم من خلال هذا التقارب مع الصين؟ سؤال مهم جدا أستاذ جهاد. الحقيقة أولا أن المملكة العربية السعودية والصين دولتان فاعلتان على الساحة الدولية ويشاركان الآن أعتقد في رسم السياسات الدولية. أنا أعتقد أنه نجحت المملكة العربية السعودية في وضع العرب على طاولة واحدة لتأسيس عالم أكثر واقعية. الصين يعني على توافق مع العرب في الأمور السياسية والاستراتيجية. نحن لدينا القضية الفلسطينية وتدخل إيران في الشأن العربي، هذه تم الاتفاق عليها. أيضا العرب ضمن للصين الاعتراف بالصين الواحدة، وهذه مهمة جدا أنه نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة رغم اعتراف الولايات المتحدة بالصين الواحدة ولكنهم كانوا يقدمون بعض الأسلحة لتايوان سواء بريطانيا والولايات المتحدة. فطبعا وزيارة نانسي بلوسي رئيس البرلمان. أستاذ عبد الحفيظ أرجو المعذرة، يعني أنت تتحدث عن مصالح سياسية متبادلة، حقيقة العرب يعني كانوا من السباقين إلى الاعتراف بالصين الواحدة وقد حفظت الصين هذا لهم ودعمت حركات التحرر الوطني في العرب إبان الاستعمار الغربي للدول العربية، وكانت أول دولة الصين تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1958 إذا لم تخني الذاكرة. لكن هذا اليوم في واقع في لغة اليوم العرب يقدمون سياسيا كثيرا للصين، يعني هم من البقع الجغرافية القليلة التي تعترف بأن تايوان تتبع للصين وبأن هونغ كونغ يعني بلد واحدة ضمن نظامان في بلد واحدة. لكن ماذا سيجني العرب سياسيا من الصين؟ إسرائيل لم تعد تشكل عدوا استراتيجيا للعرب في ضوء المتغيرات الجيوسياسية التي تابعناها في السنين الأخيرة، ماذا سيحصل العرب سياسيا من الصين؟ صحيح، لا ما حصل عليه العرب في البيان الختامي أن الصين والدول العربية تطالب إيران بالموافقة على التحكيم الدولي في الجزر الثلاث. هذا انتزاع مهم لم تكن تقوم به الصين في السابق. الشأن الآخر الثاني وهو أن الخليج العربي عربي وليس فارسي. النقطة الثالثة مطالبة إيران بعدم التدخل في المنطقة، وأمنيا يجب القضاء على الميليشيات المتواجدة في المنطقة العربية. نعم. هذا أيضا انتزاع سياسي من الصين. يعني في الماضي كانت الصين تكتفي فقط بالشراكات الاقتصادية، اليوم شراكة اقتصادية سياسية أمنية ثلاثية. وكان البيان الختامي يعني بيان قوي جدا، وهذا الذي أزعج إيران وجعلها تستدعي السفير الصيني وترسل احتجاجها، وأرسلت الصين نائب الرئيس الصيني المقال
وهذه أيضا إشارة على أن إيران لم تعد ورقة صالحة وإنما ورقة نعم. مستهلكة طيب. خصوصا وأن العقوبات مفروضة عليه من قبل لكن قد يقول قائل أستاذ عبد الحفيظ قد يقول قائل أنه هذه المكاسب هي مكاسب شكلية باردة لا تقدم أو تؤخر في ظل انتشار إيراني على الأرض وقدم لمزيد من المساحات العربية هذا قول مراقبين وهنا أستأذن منك لأسأل أستاذ عادل فريق من المراقبين يرى أن كل هذه الهالة في العلاقات ما بين السعودية والعرب من ورائها مع الصين هي تعبير عن إحباط سعودي من انحسار دور أمريكا في الشرق الأوسط وما سببه ذلك من تآكل في الضمانات الأمنية للرياض وبالتالي إن السعودية تبحث عن ضمان أمني في جهة أخرى من العالم مع الصين إلى أي مدى تستطيع بيجين أن تملأ الفراغ المتولد عن انحسار الدور الأمريكي في المنطقة الفراغ الأمني لا أنا أتصور الصين ليست بديلا في هذا السياق يعني الشراكات الأمنية والعسكرية التسليح وغيره ستبقى مع الولايات المتحدة الأمريكية الصين ستلعب دور فيما يتعلق أيضا بالشراكات الاقتصادية الواسعة النطاق ومن ثم أيضا بيع التكنولوجيا يعني ما يميز الصين عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنها تبيع التكنولوجيا وهناك مصانع أيضا لتطوير مصانع للصواريخ البالستية في الولايات في المملكة العربية السعودية وهناك أيضا رغبة من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق ب يعني الطيران المسير والادارات وغيره وهذه التكنولوجيا تمتلكها الصين انا اتصور بانه هذا البعد مهم ايضا في العلاقه مع الصين الصين تبني شراكات بينما العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه كانت قائمه على التبعيه وهذا هو الذي يعني يجعل العرب يفضلون الذهاب الى الصين فضلا عن انها ايضا قوه صاعده وان تمتلك محفزات وامكانات ومقومات ايضا لتحديث البنيه التحتيه والنهوض بالمنطقه العربيه والخليجيه خاصه ان الدول الخليجيه لديها طفره اقتصاديه وتريد استغلال أو عكس هذه الطفرة في والتركيز على التنمية والرفاه والصين هي الدولة الوحيدة الأقدر على تحقيق هذه التوجهات وبالتالي أنا أتصور بأنه الصين تمتلك مقومات لا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية الصين فيما يتعلق بالتكنولوجيا الذكاء الصناعي التجارة الإلكترونية تنمية المدن الذكية وبالتالي تحديث لكن أرجو المعذرة بأقل من دقيقة ونصف يعني هل تعتقد أن العرب سيستفيدون من دروس الماضي ويتعاملون مع الصين بشكل براغماتي أم أنهم سيتعاملون معها بشكل مبدئي واثقين بها مسندين لها ظهورهم فيما يتعلق بمصالحهم الاستراتيجية بالنسبة للصين هذا البعد في سياسة الخارجية واضحة هي يعني تركز على الاقتصاد بشكل كبير ولا تتدخل في شؤون الدول ولا تتكلم كثيرا عن الحقوق والحريات وهذا يعني ما يجعل العلاقة مع الصين أكثر أريحية بالنسبة للدول الخليجية ولا يشكل إشكالية فيما يتعلق أيضا بتطوير العلاقات مع الصين بالنسبة للدول الخليجية الدول الخليجية الآن تريد التحرر من التبعية ومن الوصاية للولايات المتحدة الأمريكية ورأت في الصين يعني شريك يمكن أن تثق به في هذا البعد وتحقق معه شراكات اقتصادية واسعة النطاق تساعدها أيضا في تحقيق رؤاها فيما يتعلق أيضا بالتحديث والتنمية التي تطلع لها المملكة العربية السعودية من خلال الرؤية 30 وأيضا الإمارات والكويت وقطر والعمان كل هذه الدول لديها رؤى في تحديث بلدانها ولديها وفرة اقتصادية هائلة والصين لديها إمكانات وحوافز تستطيع أن تسهم في تحديث هذه البلدان أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل ختاما المشاهدي الكرام أشكر ضيوفي في الاستوديو عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية وعبر زوم من مكة المكرمة عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية ومن الخرطوم عبر الهاتف محمد حسب الرسول الباحث في القضايا الإقليمية الشكر الأكبر موصول لحضراتكم في حراسة الله